الجمال السياحي اللي اختاره المخرج وليد نصيف ليصور او ليصور المشاهد الخاصه بكليب الفنان هاني شاكر. شو بيخبرونا عن لقائهم الاول وكيف اجواء الكليب؟ منتابع سوا. وسعيد جدا بوجودك معايا وبكاميرا روتانا الجميله وان شاء الله يا رب كده يبقى وش الكليب حلو عليكم عشان انتوا حضرتوا معايا باذن الله. هو الكليب بنصور غنوه البوم صور كلمات دكتور نبيل خلف وانتاج الاستاذ محمد ياسين ومرتبطين ببعض وفجاه بعدوا عن بعض، وانه انا عايش مع الانسانه اللي بحبها من خلال الصور اللي انا بشوفها فيها، وفي نهاية الكليب بيرجعوا لبعض وبيرمي ألبوم الصور بقى خلاص. هيك كانت أجواء التصوير. هاني شاكر متمنى لك كل التوفيق بطلتك الأولى مع المخرج وليد نصيف بأغنية ألبوم صور. كان معكم من مدينة جبال السياحية.